هيسيب المكوى هنا ويقف يشرب سيجارة قبل ما يوديهم المكتب. دلوقتي باشا، أنا كنت عايز أقول لحضرتك على سر، بس لمؤاخذة باشا معلش ناسف، عايز أقول لحضرتك من عيال عمر 13 مخبيين قرصتين سجاير، قرصتين ويبدلوهم وبيقوموا من العيال المظلومين تماما. أنا بس حبيت أقول لك عشان تبقى عارف، لما بعرف حاجة بجحك على طول. راجلكم أنا أهو. تمام؟ سلام باشا. قابلنا عند المغسلة. قبل هيك اللي بيفكر يهرب من هون حكم على نفسه بالموت. جيبوه.